اهلا وسهلا بيك معانا النهارده في زائد. قول لي بس النهارده تكريم ولا جاي تشجع زمايلك واصحابك هنا في مهرجان الفضائيات العربيه؟ يا شجع ونازل من دبي مخصوص. وخلي بالك انا عملته معاكم بودكاست مع استاذ كابتن تامر بجاتو. عايز اسال حضرتك, بتشوف اسم شادي شامل ازاي, خصوصا ان هو مؤخرا بقى مرتبط باثاره الجدل, ترند شادي شامل, ترند جوجل شادي شادي شامل, ايه ده؟ شايف الوضع ده ازاي وفكره انك تكون ترند بيفرحك ولا لا؟ لا ولا مركز اصلا يعني. خلي بالك انا ازيك عامل ايه, انا بكره كلمه ترند دي, خلي بالك. اصلا طيب خليني اقول لك انه مؤخرا قعدت تقول يعني النهارده احنا مش شايفينك بالحلقه ليه, يعني في معظم الايفنتس بنشوفك بالحلقه, المره دي ليه مش لابس؟ مش عايز, مش لايق مع البدله. بس الاكسسوارز الثانيه لايقه شويه. طيب ليه مغطي التاتو المره دي مع انك في بعض المناسبات ممكن بتبينه؟ مش مركز في الكلام ده, انا بقى اركز مغطي التاتو, انا بحب البس شيك وخلاص. بمناسبه اللبس واحنا بنتكلم, القميص اللي حضرتك لابسه, احنا عارفين في فنانين, بعض الفنانين لبسوه في الفتره الاخيره وطلعوا بيه اون ستيج وهو لذلك اتهاجموا, مش خايف انك تتهاجم تاني؟ اتهاجم في ايه؟ انا لابسه تحت بدله, انا لا فعلا انا لابسه مش مبايق. خلي بالك ما في ناس بتلبس بدل ومش تحتيها حاجه اصلا, انا لابسه بس الحته دي يعني, ودي مش عوره. اوكي خلينا نتكلم في اخر حاجه, في سؤال بجد وهو في ناس ممكن تطرحه, شادي شامل شايف انك محصور في فكره عبد الحليم والناس مش عارف تخرجها منها ولا لا؟ ذمتك انا دلوقتي عبد الحليم حافظ. انت بتخرج نفسك من الحاله دي؟ قلت لان انا مش عبد الحليم, هو عبد الحليم حافظ واحد بس. بالتغييرات اللي بتعملها اوقات في وجهك واحد بس, هو عبد الحليم واحد بس. طب مؤخرا ايه اللي بتشتغل عليه؟ عبد الحليم حافظ اصلا مهما الناس اتشقلبت. مؤخرا ايه اللي بتشتغل عليه خصوصا في التمثيل من بعد عبد الحليم مش بنشوف حضرتك كتير؟ عملت كذا مسلسل, عملت مسلسل مرافعه, بس انا مركز دلوقتي في مع استاذه سميره سعيد بس. عايزين حاجه اكسكلوسيف النهارده معلش. صعب, انا بعمل معاه شغل بس مش هقدر اقول اكتر من كده عشانها. اوكي وبالنسبه لشادي شامل كمطرب وفنان بحضر هدوته مع حد جديد, ما اقدرش اقول عربي ولا مصري عشان يكمل. لا عربي المره دي. شكرا جدا.